اهلا بيك. خليني اسال حضرتك سؤال كده في بدايه الفقره بتاعتنا، بتزعل من كلمه الزبالين يا استاذ شحاته؟ لا والله، بص، هو العمل شرف. انا اساسا ما فيش في قاموس اللغه العربيه حاجه اسمها زبال، انا المنظف. ولكن اللفظ التقليدي ده، يعني انت عارفه الشعب المصري والسلوكيات، حتى لما واحد بزعل جدا، واحد زن على واحد بالعربيه يطلع راسه من الشباك ويقول له يا زبال يا ما اعرفش ايه. انا المنظف. الزبال الحقيقي هو صانع الكمامه طبعا، او من يزبل شوارع صحيح. بلده صح. لكن انا مش بزعل، لان انا باخد الامور ببساطه. العمل شرف، العمل واجب، العمل يعني والله يا فندم، هو الواحد لو يعقل الكلمه قبل ما يقولها هيعرف كويس قوي ان هو قبل ما بيخطئ في حد بيخطئ في نفسه. سلوكيات مش اكتر. طبعا. طيب قول لنا رايك في خدمه الواتساب الجديده اللي احنا كنا بنتكلم عنها في البدايه. والله دي خطه متكامله مع الحكومه، وانت لو رجعت للبرامج والفيديوهات اللي انا قاعد من 2010، من بعد قيام الثوره، ومن 2011 واسست النقابه انا وزملائي وعملناها، وقاعدين نحارب في الحكومة السابقة لكي تنهي العقود مع الشركات الأجنبية، لأن حكومة مبارك للأسف حطتنا في ورطة في التعاقد مع شركات أجنبية بعقود طويلة المدى مدتها 15 سنة. الأجانب عمرهم ما قلبهم على مصر، جايين يستثمروا ويعملوا بيزنس، يعمل شغل. البلد ساءت حالتها طبعا. أولا الشركات الأجنبية ما بتخدمش، ثانيا القرار اللي صدره حسني مبارك في 2008 بذبح واعدام الخنازير اللي كانت بتاكل 5000 طن كمامه كل يوم. طيب ادي خنازير مفيش، زباله تراكمت، شركات اجنبيه بتدي للزبال مفيش، فبدات الكمامه تتزايد تتراكم. انا ابتديت انظم واوضع حلول مع الحكومه كتير، مع الدكتور خالد فهم الله يذكره بالخير، وبعض الوزراء وبعض المحافظين، ووضعنا خطه ان احنا نرجو من الحكومة عدم التعاقد مع شركات أجنبية مرة أخرى. يعني حضرتك يا أستاذ شحيتة شايف إن يعني نستغنى عن الشركات الأجنبية يبقى أحسن؟ إحنا خلاص استغنينا، خليني أكمل لك. دي خطة أنا وضعتها وزملائي في النقابة مع السيد وزير البيئة ومع الحكومة، واخترنا مجلس الوزراء. تمام. إن إحنا قادرين ننظف مصر. إحنا كزبالين أو جماعة الكمامة عندنا 7250 شركة مقيدين في هيئة الاستثمار، عندنا 1,000,000 عامل يعملون في جمع ونقل وإعادة تدوير الكمامة، عندنا 3500 عربية ملك الزبالين، قادرين، عندنا خبرة، عندنا مناعة ضد الأمراض. يبقى ليه وأنا يعني فشخارة المخدمة الأجنبية أجيب خدمة فلبينية؟ طيب ما هو الزبال المصري أو المواطن المصري أولى إنه ينظف بلد.